تخيل عائلتك تبزز عليك انك تزوج واحد الشخص اللي ما موافقش معاك من الناحيه الفكريه ومنعدم الاهتمام وكبير عليك بزاف وفوق من هالشي كامله جاف عاطفيا. هالشي كله تحت عنوان اسمه انه الدور ديالك انت كانثى تزوجي وتكوني عائله. هاد العوامل كلها غادي تخليك تكوني غير راضيه وغير قنوعه بالطرف الثاني اللي بسببه غادي تطيحي فيما حرمه الله من زنا وفساد الى ما اخره. ما تمشيو فين وبقاو معنا باش تسمعوا قصتنا الليله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه. اذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك ما تنساش انك تضغط على زر الجرس باش تكون من الاولين اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي. ما نطولش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبه القصه اسمها منال. كتقول منال انا حاليا عندي 36 سنه وعندي بنيته اللي عندها 9 سنين، ولكن قبل الحاضر اللي انا عايشه فيه اليوم غادي نرجعكم معايا اللور. غادي نبدا معكم من الطفوله ديالي اللي عشتها صعيبه. كنا عائله اللي كتكون من 3 ديال الخوت و3 ديال البنات وانا هي الصغيره. الاب ديالي كان قاسح كشخصيه. في المرحله الاولى من الطفوله ديالنا تربينا فيها وسط العمام والخوال حيت با امي كانوا كيجيو بعضياتهم. كان ديما كينوض ما بينتهم الصداع وكنضطروا انا نخرجوا نكريو بيت مع الجيران ونعاودوا نرجعوا. كبرنا وسط الصداع والمشاكل بسبب انه با ما كانش مفاهم مع فاميلته، درجه انه واحد النهار غير تناقش معاهم ولا حوايجهم الشرم ديال الدار. كنا نوعا ما محقورين وسط الفاميله وكان التمييز ما بيننا حنا ولاد العمام والخوال حيت ببساطه ما كناش ميسورين بحالهم. المهم تقاتلت امي باش شرات لينا واحد الدوره اللي هي على قد الحال. استقرينا وهنا غادي ندخل معكم في سن المراهقه ديالي اللي هنا فين غادي تبدا قصتي، وما عرفاش صراحه كيفاش نحكيها لكم ولا حتى نبداها لكم. غادي نوقف القرايه حيتاش ما كانش عندنا باش نشريو الكتوبه ولا حتى الحوايج. لبسه وحده كنت نمشي بها للمدرسه، كانوا كيتنمروا عليا الدراري، فخرجت من الاعدادي وقررت باش انني نخرج باش نصرف على راسي ولو غير باش انني نخلص على راسي غير الحمام. درت 18 سنه بالمختصر مفيد. واحد النهار كنوقف عليا واحد الولد ما بغيتش ندوي معاه، وفاش بدا كيبزز عليا قلت ليه غادي نعطيك النمره مره واحده حفظتيها وهذاك ما حفظتيهش سوقك هذاك، ما يصحابليش كان غادي يحفظها، وهنا غادي تكون بدايه علاقه ما بيناتنا. كان تيبغيني وناوي معايا المعقول، ولكن كان باقي صغير باقي طايش ما عندوش المستقبل وما قدرتش نزعم معاه. قررت باش انني نتفارق معاه وتعرفت على ولد واحد اخر اللي بغيته وبغيت باش يكون هو الزوج ديالي، ولكن هو ما كانش هذه هي النيه ديالو، كان باغي غير يتفلى. النهار ديال عيد ميلادو غادي ندوي ليه غادي تجاوبني واحد البنت، هنا فين عرفت بلي انه هاد السيد راه خير تنضيع مع الوقت ديالي. تفرقنا من ديك الوقت وانا داخله سوق راسي وجمعت راسي. كانت عندي 24 سنه انا ذاك، جمعت شويه ديال الفلوس عاوني با ودرت واحد الصنعه في يدي، وليت من الخدمه للدار الدار الخدمه. واحد النهار غادي يجي عندي با ويقول لي واش بغيتي تزوجي؟ انا ما رفضتش، قلت ليه واخ غير هو يجي هذا السيد نشوفو نتعرف عليه وديك الساعه نشوف. والديا كانوا من الصغر ديالي مدخلين لينا للراس بلي انه المراه مديوره باش تزوج، حتى وصلت لواحد السن اللي صافي خاصني ندير فيه داري. المهم السيد غادي يتقدم ليا جا للدار فرحو تعرفنا عليه. من بعد قال لي با سيري خرجي معاه هو الاول ديري معاه واحد القهوه باش تعرفي عليه، اذا كنتي موافقه عليه يجي بدارهم. فعلا خرجت انا وياه. السيد ما عجبنيش وكبير عليا بزاف 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 وكان بخيل قرزاز. دخلت للدار قلت لهم هاد السيد انا راه ما بغيتوش، درنا لصقوا فيه لصقه وحده. تناقشت معاه با وقلت ليه لا ما غاديش نتزوج به. تخيلوا شنو غادي يجاوبني الحيط على من كنت مسنده. قال لي يا غادي تزوجي به يا غادي تخرجي عليا فحالك. حنيت راسي وسلمت امري حيت عرفت بلي اذا ما خديتوش با غادي يدوز عليا الدكاكه اولا العذاب. داروا معاه جا خطبني هو ودارهم، من بعد شهر درنا العقد قسما بالله، وانا غدا معاه في الطريق بالطوموبيل باش نديروا هذا العقد تنقول يا ربي تقلب هذا الطوموبيل وما نمشوش عند العدول. وصلنا درنا العقد. السيد ما مناسبنيش نهائيا وقرزاز وما مفهماش انا وياه. وصل النهار ديال العرس البنات كيكونوا فرحانات وفي نفس الوقت مخلوعات وتيكونوا بزاف ديال الاحاسيس اللي هما زوينين ومتحمسين. انا ما همني حتى شي حاجه من هادشي كله، في بالي غير غادي نمشي من دارنا لدار واحده اخرى نعيش فيها مع واحد السيد ما تنعرفوش وما باغاش وما دخلش راسي. بقوه التفكير ضعافيت. غادي نمشي عند طبيبه اخصائيه ديال النساء، طلبت منها تعطيني حبوب منع الحمل. قالت لي على اساس اذا بغيت نتيجه انني نشربهم واحد الشهر قبل. فعلا بديت كناخذهم. واحد النهار ماما غادي تشوفهم عندي بقات كتخاسم عليا ولا وماشي حشومه عليك وباك بغى يشوف وليداتك وما عرفتي من هنا لغدا يموت. المهم دارت لي تأنيب الضمير مزيان وفعلا غادي نحبس دوك الحبوب. نهار عرسي كنبكي وشفت راسي صافي ما بقى ما يتبدل وتقبلت الامر واخا ما كنتش مقتنعه به
ومن بعد هو كان رجل اللي هو قاري واعي خدام خدمة مزيانة، ولكن ما مسوقش ما تيسول ما عطنيش أهمية لي عاطفية. المهم ما دات على زواجنا والو، حملت ولدت بنتي، وهنا فين غادي تولي تبان ليا حاجة أخرى واللي هي عدم المسؤولية ديالو. كيسبق راسو والأولويات ديالو هما الأولين. من بعد كنكتشف بلي أنه مبلي بالمخدرات، والطمة الكبرى أنه با كان عارف وساكت حيتاش خاف لا نرفضه. ما قدرتش نناقش معاه هذا الموضوع الزوج ديالي حيتاش هو مهووس بدوك المخدرات وما تيحيدوش من يديه، فما يمكنش أنني ندخل معاه في هذا الباب نهائيا، حيت هو من داك النوع اللي خصو ينعس في السبيطار باش أنه يحبس هذا العجب. زيد على هذا الشيء بنتي إذا كانت تمرض هو ما كاينش في هذا العالم. كان عقل كانت دازت عليا مع بنتي واحد 3 ايام ديال السخانه طالعه عليها ما كتنزلش، وانا ما كننعش حيت كنت كنخاف عليها منها، حيت عارفه الاعراض ديالها كيفاش تيكونوا. ديك السخانه اللي كانت فيها كنت نقول راه غير من السنينات اللي كتنوضهم، وما كانش عندي باش نديها للطبيب. واحد العشيه نط هزيت بنتي كلمتها في المنطه وقلت ليها يلا نوضوا ديني للسبيطار، علما انه عنده الطوموبيل. قال لي ودير لها الماورد ولا عطيها شي دوليبران. قلت لها 3 ايام وانا تنعطيهم لها وبدون نتيجه، نوض ديني الاسعافات. قال لي انا ما عندي حتى شي ريال باش نديها، ما بقى لي حتى شي حل، ما غادي تبان ليا غير في واحد الخاتم نتاع الذهب اللي كان عندي. قلت لاختي اللي صغر مني اللي كانت معايا في الدار يلا معايا نبيع هذا الخاتم. غير هو سمع هذه الهضره ناض ومشات تيرا الفلوس من الكيشي. مشينا للطبيب. مره اخرى واحد النهار كنت خارجه معاه، بنت لي واحد اللبسه ديال الدراري الصغار، قلت ليه يا شحال زوينه هذه شريها ليها، والثمن كان زعما مناسب امكانه انه يشريها. قال لي لا ما عنديش. غير حنا دزنا لواحد المحل واحد اخر بان لي واحد الصباط شحال هو كان تيقلب عليه شراه. بقى فيا الحال بديك الحرقه اللي فيا مشيت تسلفت وشريت هذيك اللبسه لبنتي. انا تنقول انه الانسان فاش يدير الوليدات ديالو كيوليو هما يبانوا ليه اكثر من راسه. الله على ما جيت تنقول انا ما عرفتش واش كلشي بحالي. شفت حتى عييت، لقيت الحل الانسب اني نحط بنتي في الروض ونخرج نخدم. بقيت كنجمع في قلبي كنجمع في قلبي حتى لواحد النهار طلع لي الدم من عدم المسؤوليه ديالو. بغينا نشريو دويره، وبحكم انه كبر مني في العمر ما بغاوش يعطيوه الكريدي، عطاتنا مو شي بركه دفعنا بها كتسبيق اولي. خدينا الدار ورحلنا ليها، كانوا عندي شي فلوس قلت لي اجي نحيدو بهم الكريدي ديال الدار وهز انت شي حاجه بسميتك لشي حاجه خفيفه. قال لي لا انا ما يمكنش ليا حيتاش انا اصلا هز كريدي اللي خصني نحيدو عليا. فجيت كنقلب شحال لقيت مبلغ لي هو كبير، فاش استعملو الله اعلم، ما كيقولش ليا وما كيبينش فين تيمشيو الله اعلم. بقيت تنخدم تنخدم حتى عييت، قلت غادي نتفرق انا وياه صافي ما بقاش حل. مشيت خرجت من الدار وخرجت معايا بنتي، درت شكايه وصلنا حتى المحكمه باش اننا نتفرقوا. فبدا كيطلب ديك الوقت تنقول بنتي باقا صغيره وباقي ما عارفه حتى شي حاجه. تنشوف شي بنيتات مع باهم تنقول دابا انا غادي نحرم بنتي من باباها، غتبقى تمشي للمدرسه حتى هي تبغي باها يتلقى عليها. المهم بقيت تنقول عندك ندير شي حاجه غلطه في حق بنتي. شفت حتى عييت وانا نرجع انا وياه. قلت لي عرفتي شنو دير، غادي نتعاونوا انا وياك على الزمان. بقيت كيف العاده اعطيها الخدمه ونسيت راسي، نسيت باللي انني انا مرا الانوثه ديالي نسيتها، وليت بحال شي روبو كنخدم من 10 ديال الصباح حتى 10 ديال الليل، ونجي للدار ونطلع عاوتاني في الشقه نتاعها. كيتغدى على هذا الريتم وما كنخلي ولدي مخصوص من حتى شي حاجه، انا اللي مكلفه به وراجلي ما هوش في هذا العالم. ما بقيتش مسوقه ليه وتنقول ما غنبقاش نصدع معاه راسي، هو مكلف بالطريطه والماء والضو والصير والولد بالمدرسة ديالو وحوايج وقرايته، أنا اللي مكلفة بكل شيء. حتى ولو أغلبية المناقشات ديالنا هو إذا تزير أنا راني كاينة في جنبه كنقضي باللي عندي، أما فاش هو تيكون عنده الفلوس تيبدا تيخبيهم وكيدير باللي أنا ما عندوش. حتى ولف فيا القضية ديال أنني فيا المرأة وفيا الراجل. من غير هذا كنت غارقة معاه في واحد الجفاف عاطفي اللي كان كبير، لا حنان ولا حب. قبلت نتزوج به او لا استسلمت انني نتزوج به حيت قلت ربما غادي يعوضني في الجانب العاطفي، حتى لقيته ميت. واحد النهار غادي نحل الفيسبوك ديالي غادي نلقى واحد خينا مصيفط لي السلام. تخيلوا شكون، عقلتوا على داك الشخص الاول اللي كان بغاني المعقول وانا ما بغيتوش؟ هو هذاك. من بعد 14 سنه ما سمعتش عليه الخبر، قلب عليا حتى جبتني. تنقول مع راسي شوف لو كان خديت هذا يمكن كنت غادي نكون عايشه واحد الحياه ليا احسن من هذه. وحتى دابا شكون عرف، ويمكن الا ذنوبو خرجوا فيا حيتاش كان كيعاملني مزيان. جاوبته سلام وتبعت ليها وقلت ليه راني قلت لك السلام لهدف واحد، بغيت غير نطلب منك السماحه على داكشي اللي درت لك. قال لي كيف دايره شنو كتعاودي؟ قلت لي راني تزوجت وعندي بنت. قال لي راني عرفتك تزوجتي وعارف كل شيء. قال لي راه وقعوا لي مشاكل بسببك وتعقد ونحارفت على وديتك انت ودخلت الحبس. قال لي انت هي سبابي. المهم غادي يرجع لي اللومه كلها. طلبت منه السماحه وجمعنا طوينا داك النهار، مازال قطعت معاه
من بعد شحال بكيت، بقى فيا الحال حيتاش ما ديتوش وحيتاش كنت سبب انه اذى راسو. المهم ما بقيتش كندوي معاه حتى لواحد النهار، عاود صيفط لي السلام، بغيت غير نسول فيك. بقينا كل مره غاديين ما بين السلام حتى تطورت العلاقه في الهضره. لقيت راسي ولفتو انني نجمع معاه وانا نقول ليه بالسلام عليك، ما غاديش نقدر نبقى كنهضر معاك حيت هادشي الا بقى هكا ما غاديش يمشي مزيان. قال لي صافي واخ، المهم هذه نمرتي اذا احتاجيتي اي حاجه. سجلت نمرتو، دازت مده، واحد النهار دويت معاه في الواتساب. صراحه لقيت انه عمر لي داك الفراغ اللي عندي من جهه راجلي، ما قدرتش نفوتو. واخا انا تندوي معاه تنحس بالتانيب الضمير، ولكن تنحس بالراحه في نفس الوقت. هادشي راه غلط، ولكن شي حاجه قوى مني لداخل محتاجه لهذا الشخص والاهتمام ديالو ليا. ولفت نسمع من عنده كلام اللي كنت محتاجه. بقيت معاه في الجماعه لمده سنتين، بشويه بشويه حتى ولا كيطلب مني باش اننا نتلاقاو. ما بغيتش نتلاقى معاه حيتاش خفت نطيح في شي حاجه ما بغيتهاش ونتأنب اكثر. في الاخير تخيلوا غادي نقبل ودرت معاه في قهوه، تعلقت به وليت نوعا ما كنبغيه. والداخل انا كنت غارقه في صراع نفسي، لا راه هادشي ما كيدارش، ولكن شي حاجه كانت كتر مني كانت كتجرني. عمرني فكرت انني نوصل لهادشي، ما يمكنش. تنقول بعض المرات واش انا اللي تندير هادشي، ما كنتيقش راسي. دازت المده وتطورات العلاقه اكثر من هادشي. تخيلوا غادي نطيح في الخيانة الزوجية، ما مرة ما زوج ما ثلاثة. وليت كنتلاقى به، وقع داكشي اللي على بالكم. هنا فين مرض ديال بصح، المنطق غادي يمشي ليا. وليت بحال شي انسان آلي وما بقيتش عارفة راسي شنو تندير. ترفعت، واش بصح انا؟ لا ما يمكنش، ما صدقتش شنو درت. هادشي تنسمعو غير في القصص، تنقول لا حشومه ما خصهاش دير هكا، الساعه غادي تكتب عليا. مرضت نفسيا ولا تيقول لي صافي تفرقي مع راجلك واجي نتزوج بك. انا في هذه اللحظه كنت نفكر غير في ولدي. قررت انني نمشي لعند طبيب نفساني، عاودت ليه وقال لي خاصك تلقاي حل ضروري، خاصك تاخدي قرار. انا ما قدرتش ناخذ حتى شي قرار، اعطاني شي دواء باش ننسى. ما قدرتش نتفرق على هذاك الخليل ديالي وراجلي، ولا كيبان لي براني وما بقيتش كنعرفو. شويه بحال بديت نتصرفق وبديت نقول اويلي اشنو درت انا؟ علاش تزوجت بهذا الشخص واللي هو اليوم السبب في هادشي اللي انا فيه؟ حيت كون كان تيعاملني مزيان ما كنتش غادي نطيح في هادشي. من بعد غادي نكتشف بلي انه هذاك الخليل غير بغى يدوز بيا الوقت، وكان جاني على هدف واحد ما قدرش ياخذو قبل 14 سنه. من بعد هاد السنين كاملها ورجع باش ينتقم مني، تيقول لي تفرقي على راجلك ونتزوج بك. ولكن لقيت بلي انه ما نقدرش نعول عليه نهائيا. جربته في ابسط حاجات، كنلقاه ما كاينش معايا، كنت غادي نطلق على ودو، على ود واحد ما كيستاهلش. هنا بديت كنلقح راسي بافكار ايجابيه، وبمساعده الطبيب النفساني قدرت ناخذ قرار انني نتفارق معاه، حيتاش ما قبلاش على راسي باش انني نعيش معاه في الحرام. ماشي ديالي هادشي وما قدرتش عليه. قطعت معاه الاتصال، فعلا كان صعيب عليا الحال في الاول وما كنتش عارفه شنو نختار، ولكن عطيت لراسي شويه ديال الوقت. صحت مع نفسي مع الماضي نوعا ما، وانا الحمد لله نفسيا وليت بخير وما بقيتش حيره. اليوم الحمد لله عايشه مع راجلي وقنعت بداكشي اللي عطاني سيدي ربي في الدنيا، وليت نقول هذا هو رزقي والحمد لله. انا قبله كيف ما هو، انا اقتنعت وبديت كنسى مع الوقت، وخديت قرار باش انني نعيش مع راجلي ونتقبله ونديها في ولدي ونوفر ليه واحد الاسره اللي ما تكونش مشتته. بغيت الله يسمح لي ويتوب عليا، وانا وعدت مولانا باش انني ما نبقاش نعاود مادام رجع لي صحتي النفسيه والطمانينه. ما تليت باغا والو، والعبره من قصتي انه هذه ارزاق كتفرق، وكل واحد كيتيجيه النصيب ديالو. اللي عطاه ربي شي حاجه يحمدو عليها ويشكرو. ربما هادشي اللي وصلت ليه انا اليوم هو من قله القناعه ديالي والرضا ديالي. كل انسان ما خصوش يتعلق في شي حاجه اللي ما ضمنهاش. احسن اهداء غادي تقدر دير للروح ديالك هو انك تعلقها بالخالق ولا بالخلق. هكذا غادي تكون رحمتيها وهنيتيها من التعلق والخذلان، وغادي تولي ترضى باي حاجه تحطت لك قدامك. وهذه هي حكايتي، وهذه هي حكاية منال. تخيلوا معايا يا متابعين يا كرام، هذه شهرين باش صيفطات لي منال الحكاية ديالها اللي كانت كتعاودها، تخيلوا بواحد الصوت ليه وحزين ومكتئب، وما بين جملة وجملة كانت كدير واحد التنهيدات لهم طوال. وفعلا كنأكد لكم بلي انها كانت في واحد الحيرة من الامر ديالها. فاش لحقت عليها هاد الايام لقيتها مصيفطة ليا رسائل اللي هما غير. الصوت كان بدل تماما، والثقة في النفس والراحة النفسية. حتى فاش كنت كنسولها على بعض التفاصيل من الماضي ديالها كانت بانت ليا بلي انها مصالحه مع كل شيء. اكيد انه من الخطأت واعترفت بالخطا ديالها، وهذا كيرجع لعدم الرضا والقناعه اللي هي قالت لما ما كترضاش بداكشي اللي قسم لك مولانا من ارزاق في الزواج في المال في العلاقات في كل شيء عموما.
كتكون هذه هي النتيجه ببساطه. الحكايه فيها عبره قويه وكبيره لكل واحد ما تيحمدش الله على اللي عطى ليه السكينه والطمانينه. اذا فقدهم شي حد منا كتولي الايام ديالو كيعيشها جحيم، كتحس شي حاجه ضروريه في الحياه ديالك ناقصك، كتفيق كل صباح بواحد الكره قاجك في حلقك. منال شكرا على العبره ديالك اللي شاركتي معنا. مني شخصيا تيبان لي بانه درس هذه الحلقه اولا العبره منها ان الرضا هو كنز من كنوز الحياه، اللي عاش وهو قانع وراضي غادي يربح الراحه والسعاده. هذا الشعور ما كيطلبش انك دير شي امور اللي هما عظيمين، هو فقط يكفي انه المرء يشوف بايجابيه وتفاؤل وتكون عنده القناعه في اي حاجه كيملكها، زائد على الايمان بانه غني بالنفس ديالو وبالذات ديالو حتى وان كان الواقع عكس ذلك تماما، ويدير في باله بلي انه داكشي اللي مقدر ليه مولانا غادي يوصل ليه واخا يكون اللي كان. الشخص القنوع يا سادة الكرام هو الشخص العظيم اللي كيختار انه يسلك طريق الصواب باش ينعم بحياة بعيدة على الضغينة وبعيدة على أنه يتمنى الشر وزوال النعم للآخرين. هذا ما استفدته أنا من الحكاية ديال منال. ما كرهتكمش يا متابعين يا كرام يا أوفياء تقولوا لي لتحت في التعليق شنو هي العبرة المستخلصة من هذه القصة اللي يمكن أنا ما بانش لي في الرسالة ديال منال. وأكيد كطلب أخير ما تنسوش أنكم تدعموني بالضغط على زر الإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقوا في ما بعد إن شاء الله بتغدى ولا ما عرفش. نقول لكم سلام سلام.